بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الزمالك حقق فوز مثير على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري نايل. وبالنتيجة دي بيحصد الزمالك 3 نقاط غالية، وبيرتفع رصيده للنقطة الخامسة في المركز الخامس، وبيستمر البنك الأهلي في الخسارة الثالثة على التوالي، ويتذيل جدول ترتيب الدوري بدون نقاط. محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نال جائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي. وفريق مودرن فيوتشر فاز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة اللي جرت بينهم امبارح على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل، وسجل هدفي فيوتشر عمر كمال عبد الواحد ومروان محسن في الدقيقتين 44 و 86. فريق المصري البورسعيدي نجح في تحقيق الفوز على الداخلية بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي أعلن قائمة الفريق اللي هتخوض المعسكر خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري، وبيستعد منتخب مصر ملاقات الأردن في القاهرة 12 من أكتوبر الجاري قبل مواجهة أوزبكستان، وبينطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي بكرة، وده ضمن استعدادات منتخب مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وده في إطار الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي. وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية قبل انطلاق فقرات المران، فيما قد مخطط الأحمال مرانا بدنيا متنوعا للاعبين استمر لمدة نصف ساعة ده قبل ما أن يبدأ اللاعبون تدريبات الكرة. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز بلقب البطولة الإفريقية بالكونغو برازافيل بالفوز على شبيبة كنشاسا الكونغولي بنتيجة 35-22، ده بنهائي منافسة الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخه. فريق تشيلسي وصل انتصاراته وحقق فوز كبير على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1 في مباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب تيرف مور، وده ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي. مانشستر يونايتد حقق فوز مهم على ضيفي فريق برينتفورد بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. فريق توتنهام تغلب على مضيفي لوتون تاون بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري. وآي سي ميلان حقق فوز على مضيفي فريق جنوا بهدف وحيد في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب لويجي فرايس في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الكالتشيو. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر، وكمان علشان تفاصيل أكتر عن الأجواء الرياضية في مصر وفي العالم. شكرا لك.